السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناه بوشرى هند شو. اليوم اخواتاتي غنقدم لكم واحد الوصفه اللي هي ديال الكرعين ديال الثور الكبير، وغنوريكم المقادير. دابا اول حاجه كناخذوا الكرعين، والحقاش الكرعين راه كبار ماشي ديال العجل اللي هي ديال الثور، شويه كيبغيو الطياب. نديرهم في كوكوط، من بعد كنديروا العطريه اللي هي معلقه ديال التحميره، الفلفل الاحمر، التحميره اللي هي الفلفل الاحمر، ونص معلقه ديال سكينجبير كبيره، نص معلقه ديال السكينجبير كبيره، ومعلقه ديال الخرقوم عرق. وبالنسبه للقزبر والمعدنوس، حنا كنديروه ربطه ما موفرش عندنا في الدار، فدرنا غير قزبر المعدنوس اللي موجود عندنا مديرينه في الثلاجه. كنديروا الخرقوم الملون، ومعلقه ديال القرفه صغيرة، معلقة ديال القرفة صغيرة، والملح على حسب. وبالنسبة للبصلة، حنا كنديرو نص محكوك ونص تاني مشلط باش تجي المريقة ديالها خاطرة زوينة. المفاجئ في هاد الكرعي اللي كنديرو حنا، ماما كدير الحمص ما كديروش مرطب، لحقاش كنطيبو على الفاخر. يلاه كيطيب على حساب الكرعين كبار، يلاه كيجي في وادك في الطياب، كتخلي ماما ما مرقدش كطيبو مع وادك. وبالنسبه للقزبر والمعدنوس، حنا كنديروه ربطه ما موفرش عندنا في الدار، فدرنا غير قزبر المعدنوس اللي موجود عندنا مديرينه في الثلاجه. كنديرو الخرقوم ملوين، ومعلقه ديال القرفه صغيره، معلقه ديال القرفه صغيره، والملح وبالنسبة للبصلة، حنا كنديرو نص محكوك ونص تاني مشلط باش تجي المريقة ديالها خاطرة زوينة. والمفاجئ في هاد الكرعي اللي كنديرو حنا، ماما كدير الحمص ما كديروش مرطب، لحقاش كنطيبو على الفاخر. يلاه كيطيب على حساب الكرعين كبار، يلاه كيجي في وادك في الطياب، كتخلي ماما ما مرقدش كطيبو مع وادك. كنديرو زيت العود، شويه ليسيو شويه الزيت العاديه، والسكر، كنبلو كنمرقو الكوكوط ديالنا، كنسدو عليها وكنديروها على الفاخر.
دابا غنبلو كوكو ديالنا. نعمر عليها مزيان باش يلاه يطيب في هذاك المرقه ديالو على مهل. كنديروا البلول، كنديروا المرقه يعني فوق صافي. من بعد ما بللنا صافي، دابا غنديروه في الفاخر ونخليوه يطلع على خاطره اللي الكامل. اللي ما عندوش فاخر من طبيعه الحال كيديرها على البوطو، كينقص على مهيل باش يطيب. كما كتشوفوا البنات، هذا هو الطبق ديال النهائي من بعد ما طاب على الفاخر. وكما قلت لكم الحمص حنايا حنا كنديروه اخضر، ما كنديروهش مرقد لحقاش كيطيب لينا مع الكرعين. وكما كتشوفوا هانت كيفاش كيولي، وان شاء الله يعجبكم الطبق ديالنا ديال الكرعين بالحمص. ونتلاقاو ان شاء الله في شي وصفه جديده. باي باي، مع السلامه.